الرحمن الرحيم. طريقتنا الآن اسمها Sky Wave Propagation. طبعاً الطريقة الأولى كان اسمها Ground Wave، عندها كان أو في حينها كان ترسل الموجة مع الأرض، ولهذا تسمى Ground Wave. الآن Sky Wave ترسل الموجة إلى السماء. مثلاً For example هذه الكرة الأرضية، هنا عندنا الأرض، هنا عندنا المرسل، هنا For example عندنا المستقبل. هنا في هذه الحالة ترسل الموجة، طبعا هاي الأرض ترسل، هذه الهوائي طبعا المرسل، سابقا كان ترسل الموجة بهذا الشكل، هنا راح ترسل عندنا الموجة إلى السماء، زين، وبعدين راح تذهب إلى السماء، شلون تنعكس؟ لا، هذه من ترسل إلى السماء، أكون هنا عندنا غلاف جوي موجود، راح تصطدم هذا الغلاف الجوي وتنعكس، شلون كان أمام مراية تنعكس الإشارة موجة بها، ينعكس هذه الموجة، هنا يستلمها الرسيفر المستقبل، طبعا مدى هذه الإشارة او الرينج مال هذه الاشاره من 3 ميجا هرتز الى 30 ميجا هرتز الى 30 ميجا هرتز، زين. اذا مدى، اذا التردد مالها اعلى، عالي وقوي، ويمكن يروح طبعا لمسافه حوالي 1000 كيلومتر 2000 كيلومتر. طبعا احنا اذا نرسل مثلا 10 10 10 كيلو 10 ميجا 10 ميجا هرتز راح هنا يوصل عندي. إذا أدز جزء 30 ميجا هرتز راح بالطبقة اللي شوية أعلى من هذا الغلاف الجوي راح يصطدم وتروح المسافة أبعد وهكذا. بس أقصى تردد تقدر نوصله 30 ميجا هرتز، أعلى من هذا التردد ما أقدر، لأن راح يجتاز عندي طبقات الغلاف الجوي الموجودة اللي راح أشرحها هسه. طبقات الغلاف الجوي، مثلا عندي هذه الأرض، نرجع هذه الهوائي مرسل ومستقبل، هنا طبقات اللي عندنا حوالي طبقات ارض، 3 أو 4 طبقات ارض موجوده. طبعا هنا عندنا الهوائي المرسل، هنا المستقبل، هنا مثلا عندنا اشعه الشمس الموجوده، اشعه الشمس هذا طبعا من رب العالمين موجوده، هذه طبقات الغلاف، لو ما هذه طبقات الغلاف الجوي كان البشر يحترق من اشعه الشمس. هذه الطبقات هي تحمي كانما غشاء موجود للارض. طبعا هنا اكو عندي بروتونات موجوده وموزعه في هذا الغلاف، طبعا الغلاف اللي بعدها ما فيها بروتونات موجوده وموزعه، وهنا بروتونات موجوده وموزعه. عندما يصطدم شعاع اشعه الشمس بالبروتون راح يولد لي شنو؟ ايون. عمليه توليد الالكترون، عمليه توليد الالكترون راح يسموها ايونيزيشن، تأيون. فهنا لما راح يمر تأيون، هنا راح يصير عندي تأيون، 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 طبعا هنا منتشر الالكترون، بس هذه طبقه جدا قويه من الايونات، طبقه قويه كلش. اذا ارسل تردد اعلى من 30 ميجا هرتز راح، اذا اقل من 30 ميجا هرتز تردد اوكي يصطدم ويرجع، اعلى من 30 ميجا هرتز راح يجتاز هذه الطبقه ويذهب لاعلى. طبعا الطبقات اللي اقل من عتها هي شنو؟ اخفف من عتها، ليش؟ لان اشاره اشعه الشمس اللي ماره جدا قليله، فقط تمر هنا من بين هاي الالكترونات تمر راح تصطدم بالطبقه اللي اسفل من عتها اللي بها ما راح يصير عندنا ايونيزيشن بسبب اصطدام الاشعه بالبروتون، راح يولد الالكترون يسوي ايونيزيشن، بس شنو؟ الكثافه مالته اقل. اذا هي اقوى طبقه هي هذه الطبقه، هاي الطبقه الثانيه شوي تصير خفيفه. طبعا هنا صرت طبقه اخف من عتها وهكذا. فانا من ارسم 3 ميجا هرتز اوكي تصدم هنا ترجع، من ارسل 10 مثلا هنا ممكن تشتغل هاي الطبقه هنا، لكن من ارسل 30 اوكي تصطدم هنا ترجع، اكثر من 30 راح تشتاز عندي. الاشاره تذهب للسماء وراح ننقلها بطريقه الستلايت كوميونيكيشن اللي راح نشرحها لاحقا. شكرا جزيلا.